أهلا بكم. تطوير التعليم الشغل الشاغل للدولة والأسرة المصرية. تطوير التعليم الشغل الشاغل للجميع لأنه الركيزة الأساسية من أجل بناء مجتمع حقيقي قادر على المنافسة، قادر على تقديم شخصيات لسوق العمل مؤهلة بشكل كفء لتقديم هذه الكفاءات في صورة خدمات فيما بعد في سوق العمل محليا ودوليا. ماذا قدمت الحكومة حتى الآن من دعم للتعليم وخطة متكاملة في هذا الإطار لتطوير التعليم؟ مررنا في الفترة الماضية بالكثير من المشاريع والخطط التي سمعنا عنها، لكننا لم نرى على الأرض حتى الآن شيء ممنهج واضح حقيقي ملموس في القضايا التعليمية الحساسة. رصدت وزارة التربية والتعليم مبلغ 30 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية في مدارس الجمهورية، 30 مليون جنيه لتقديم بنية تكنولوجية. هذا الرقم ماذا يعني إذا كانت الدولة تسعى لأن يكون التعليم منافساً قادراً على تقديم مواطن متعلم حقيقي؟ كيف ستقدر 30 مليون جنيه على تقديم البيئة التكنولوجية؟ هل هي جزء من مخصص متكامل مثلاً؟ هل هي بداية؟ هل هي نواة؟ هل هي كل ما نملك؟ هل هي قادرة على تقديم البيئة التكنولوجية؟ دعونا نطرح السؤال في إطار حلقة اليوم، وهو ما رأيك في قرار وزارة التربية والتعليم في تخصيص 30 مليون جنيه لتطوير المدارس؟ ما رأيك في قرار وزارة التربية والتعليم في تخصيص 30 مليون جنيه لتطوير المدارس؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا عبر فضاء الإنترنت كالمعتاد ومن خلال همزة وصل إي جي وفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكاي بي وإنستغرام. دعونا نبدأ الحوار حتى تسجلوا آراءكم. دعونا نبدأ بالتقرير عن الموضوع حتى نطلع بعد ذلك على الآراء ونناقشها معا كالعادة. في خطوة جديدة لتطوير وتحسين البنية التكنولوجية في المدارس، بدأت وزارة التربية والتعليم في صيانة معامل التطوير بالمدارس من أجهزة وشاشات البروجيكتور خاصة في المدارس الثانوي. من جانبه قال مساعد وزير التربية والتعليم إن هناك عقد صيانة تم توقيعه خلال الفترة الماضية بين الصندوق والأبنية التعليمية والوزارة بقيمة 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الصيانة في جميع المدارس ورفع مقوماتها، وذلك في إطار التجهيز لتطبيق منظومة التعليم الجديدة والتي تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي وكبير. خطة التطوير ستبدأ بتحسين جميع الأجهزة الإلكترونية والإنترنت لنحو 4000 مدرسة ثانوي، كما تخطط الوزارة لتحويل الكتب إلى كتب رقمية. خطة التطوير ستبدأ بتحسين جميع الأجهزة الإلكترونية والإنترنت لنحو 4000 مدرسة ثانوي، كما تخطط الوزارة لتحويل الكتب إلى كتب رقمية. كما يتطرق المشروع إلى إنشاء مراكز تعليمية متخصصة لتنمية مهارات الأطفال وخلق بيئة مدرسية جاذبة وتدريب المعلمين والموجهين للنهوض بالعملية التعليمية وتحفيز الطلاب. مشاهدينا، سننتقل بكم على الهواء مباشرة لجزء من مؤتمر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وحديث المتحدث الرسمي من الرياض. جزء من مؤتمر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وحديث المتحدث الرسمي هناك حول أهم ما تم إنجازه على الأرض في اليمن في عملية إعادة الإعمار وإحياء المواني وأيضا في إطار العمليات العسكرية المختلفة. دعونا نعود موضوع حلقتنا اليوم عن التعليم وتطويره في البيئة التكنولوجية تحديدا. دعونا نبدأ بحديث نهلة حجازي عن آرائكم
نهلة تأخرت عليك، ما زال لديك الآن. أهلا بك يا ماجدة. كلما كان الموضوع قريبا من الناس كلما زادت نسبة التعليقات على فيسبوك، وهذا ما حدث اليوم مع موضوع التعليم حيث يهم كل قطاعات المجتمع وكل الأسر المصرية. نبدأ بتعليق إسلام الرفاعي، قال: أنا مع هذا القرار ولابد من حدوث تغييرات لأن معظم المدارس مهمشة ومحتاجة بالفعل المزيد من الترميمات والصيانات، فلابد من وجود هذه الإعانات لتطوير المدارس التي تعد من أهم المنشآت الحكومية، ولا بد من تقديم المزيد من العون للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدارس للأجيال القادمة. أما محمود الضوي، وأحاول أن أختصر تعليقه الكبير، يرى أن هذا المبلغ مهم جدا حتى نستطيع تطوير المعامل التكنولوجية ومعامل الحاسب الآلي بما فيها من سيرفرات وربط بشبكات المعلومات والفيديو كونفرنس، ويعتقد أنه لابد من العودة مرة أخرى إلى مشروع التابلت المصري 100%، لأن هذا المشروع بأيدي مصرية وسوف يوفر على التلاميذ والطلبة العديد من المجهودات، فهو يثني على هذا القرار. ممدوح أبو عاص يرى أن قرار وزير التربية والتعليم بتخصيص 30 مليون جنيه لتطوير المدارس قرار صائب يؤدي إلى رفع مقومات المدارس والبنية التكنولوجية فيها في إطار التجهيز لتطبيق منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي وكبير، ويدعو أن يوفقنا الله لما في صالح البلاد والعباد. محمود الشريف يقول: سيسهم ذلك في رفع مقومات المدارس والبنية التكنولوجية بها في إطار التجهيز لمنظومة التعليم الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي، ويقترح عمل غرفة طبية في المدارس تكون مجهزة لعمل كشف دوري وعلاج الحالات الطارئة، وهذا اقتراح أكيد حيلقى يعني رواج بالنسبة للأهالي. أما أيمن الأنصاري فيقول: قرار وزير التربية والتعليم تخصيص 30 مليون جنيه لتطوير المدارس، يرى أن تفعل الوزارة ذلك وأن تدرس احتياجات المدارس في شتى ربوع الوطن وأن تعيد تأهيل المدارس، ولكن عليها أيضا أن تعيد تأهيل المدرسين لأنه يرى أن إعادة تأهيل المدارس وحده غير كافيا، ولكن لابد من أن نهتم بالمعلمين الذي يضع على عاتقهم مهمة إعداد أجيال جديدة. هذا عينة صغيرة من بعض ما ورد إلينا على صفحتنا على فيسبوك. ماجدة، أعود إليك لأني أعلم أن الوقت قصير ولديك الكثير. نعم بالتأكيد نهلة، ربما هذا الموضوع أو حديث اليوم سيحتاج حلقات أخرى كثيرة كعادتنا حينما نفتح موضوع التعليم كل مرة، لكن دعونا نناقش في حدود المتاح. معنا عبر الهاتف دكتور أحمد حنفي مدير عام إدارة حدائق القبة، والدكتور محمد فتح الله خبير القياس والتقويم. أرحب بالضيفين الكريمين. بداية الحوار مع دكتور أحمد حنفي مدير عام إدارة حدائق القبة. أهلا بك يا دكتور أحمد. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. لما بنتكلم عن أن الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بترصد مبلغ علشان تطور البنية التكنولوجية، إحنا عندنا بنية تكنولوجية أصلا عاملة إزاي؟ لا طبعا البنية التكنولوجية عندنا لا توازي بأي حال من الأحوال الفكر اللي سيادة الوزير النهاردة بيفكر فيه وبيحاول النهارده ان احنا يعني نعمله وننفذه حسب الخطه بتاعت الدوله. ان احنا النهارده بنتجه للبحث العلمي ونبعد عن النظام التقليدي بقى في العمليه التعليميه والكتب والمناهج العقيمه. فطبعا دوت مش هيتأتى طبعا من فراغ. النهارده بصدد طبعا ان سياده الوزير النهارده بيخصص مبالغ ماليه تصل الى مليون جنيه لتطوير البنيه التحتيه. 30 مليون جنيه، نعم. 30 مليون. طيب الرقم ده من وجهه نظر حضرتك لما نوازيه او نقارنه بفكره ان احنا عايزين نطور بنيه تكنولوجيه ونعممها وندخل في اطار جديد في العمليه التعليميه، بتشوفه ازاي؟ بصي حضرتك، طبعا احنا النهارده مش موضوع ان انا اخصص. نعم. الموضوع ان انا اوجه وازاي ان انا هنفذ المشروعات دي. ومين اللي هيقوم بالمشروعات دي والجهات المعنية بيها؟ لأن احنا يعني بجد الأمر دوت كان صعب قوي قوي بالنسبة لنا في الفترة اللي فاتت، لأن احنا بنواجه إخفاقات أثناء التنفيذ، بنواجه تضاربات. النهاردة احنا عندنا هيئة معنية بالتطوير، عندنا هيئة معنية بالبناء والإنشاء والتحديث والهدم والبناء والتجديد والتطوير، هي الهيئة العامة للأبنية التعليمية. بس احنا النهاردة في كمان احنا كان بصدد بالتوازي كان عندنا وزارة المالية والمخصصات اللي كانت بتيجي من وزارة المالية.
وكان التوقيت اللي بتيجي فيه المخصصات لعمليات البناء والتطوير والصيانات والصيانات الشاملة اللي بتحصل في المدارس وبنائها. نعم. كنا بنفوجئ ان المخصصات بتوصل الى وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبناء التعليمية في اوقات بصراحة يعني اوقات مش مظبوطة تماما، وبناء عليه تجيلنا التعليمات ان احنا نفضي مدارسنا في اول عشرة عشان انا افضي مدرستي عشان تبتدي انت تعمل لي صيانات. طيب احنا كده بنتكلم في اطار مختلف يا دكتور احمد، انا عارفه ان انت بتتكلم عن ايضا الابنيه التعليميه كجزء من الموضوع. الفكره هنا عايز اقول لحضرتك، انت بتتكلمي النهارده بقى خلاص بقى في مخصصات ماليه. نعم. علشان انا اطور النهارده البنيه التكنولوجيه اللي عندي، بس لازم وانا بطور اشوف الجهات النهارده اللي هتقوم على تطوير البنيه التكنولوجيه اللي عندي هي مين؟ اني شركات، اني مصالح. انا عندي الهيئه العربيه ده للتطوير. سؤال ده سؤال طبيعي جدا في هذا الاطار، مين اللي هيقوم بالتطوير؟ ده جزء من الخطه الطبيعيه اللي احنا بنتكلم فيها، يا ترى مين اللي هيقوم بالتطوير؟ اسمح لي يا دكتور ان انا اطرح هذا السؤال في اطار هذه الحلقه وما تبقى فيها من وقت. انا بشكرك جدا دكتور احمد حنفي مدير عام اداره حدائق القبه التعليميه على المداخله وما ابديته من وجهه نظر، لكن اسمحوا لي انتقل بالحوار لدكتور محمد فتح الله خبير القياس والتقويم. دكتور محمد اهلا بك اولا. اهلا وسهلا يا اخي. دكتور محمد، لما بنتكلم عن عمليه تقديم دعم بشكل حقيقي للتطوير التكنولوجي في البنية التعليمية في مصر، لازم نتساءل أولا هي البنية دي محتاجة إيه، وبالتالي ما هي القيمة التي يجب أن توجه إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الطرح اللي احنا بصدده اللي هو 30 مليون جنيه على حوالي ما يناهز 60 ألف مدرسة يكشف حجم الإنفاق قد إيه، والاهتمام الدولة أو اهتمام الوزارة بالإنفاق على بنية تكنولوجية حديثة بيراهن عليها المجتمع في تطوير التعليم كمنظومة متكاملة. هيقول لك معلش يا دكتور محمد أنا يعني هاخد وأدي معاك، هيقول لك يعتبر دي بداية زي بعض. ماشي عظيم كتير ماشي، لكن لابد هذا يكون أن يكون هذا في إطار خطة متكاملة. عظيم. إحنا مش يعني مش عايزين نبعد عن المسكنات والحلول اللي هي الوقتية، لابد من خطة متكاملة. دكتور محمد أنت معي؟ دكتور محمد هل تسمعني؟ محددة. نعم. لابد أن تكون هناك الخطة، خطة الإنفاق وخطة الموازنة العامة للوزارة تكون واضحة ومعلنة. وبعدين لما يبقى في دعم شوية زي ما حضرتك بتشير إن في 30 مليون زيادة يا سيدي زي بعض كويس. بس أتمنى أن تكون هناك خطة متكاملة. البنية اللي حضرتك بتتكلم عليها طيب. او اللي بيتكلم عليها احنا في حالة الا بنية. طيب احنا حضرتك حمينشة. خبير قياس وتقويم، هي وضعية البنية التكنولوجية دلوقتي ايه؟ ما انا بقول لحضرتك احنا في وضع الا بنية، مفيش حاجة خالص. احنا يعني لا، في اطار التكنولوجيا الحديثة المتطورة اللي احنا بنعول عليها في اقامة منظومة تعليم جيد ومنظومة تقويم تحصيل الطلاب جيدة في ضوء تكنولوجيا تعتبر ما هو موجود، ويمكن اخواننا اللي في المدارس عارفين كويس قوي احنا عندنا اجهزه يعني عفى عليها الزمن، يعني اجهزه غير فاعله. يعني احنا بندرب الولاد على ايه يا دكتور؟ قول لي كده، قول لي تجربه، اوصف لي تجربتك جوه المدرسه. احنا بننقل لناس ما هياش موجوده يعني معانا جوه المدرسه. قد يصفها اكثر مني معلمي المقررات اللي هي الخاصه بالكمبيوتر والمعامل ووجودها، وابنائنا كمان حاسين بيها. بيدرسوا الكمبيوتر بشكل نظري، عدد الاجهزه والتكنولوجيا بتاعت الاجهزه وقدرات هذه الاجهزه لا تتلائم ولا تتراكب مع ما نهدفه من تطوير منظومه التعليم على اسس تكنولوجيه حديثه. طيب. نعم أنا أفهمك بشكل جيد يا دكتور محمد، وأجد أنها شجاعة أنك عرضت الأمر بهذا الشكل وبهذه الشفافية. هذا ما نحتاجه في هذه المرحلة، نتحدث عن مشاكلنا بشكل حقيقي إن كنا نرغب في أن نوجد حلول لها. طيب خلينا دكتور محمد ناخد وجهة نظر من الواقع، من ولية أمر، من المهندسة ميرفت حسن. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أستاذة ميرفت، حضرتك ولية أمر في واحدة من مدارس المتفوقين كما اخبار. نعم، ولية امر ايه زيدان، مدرسه المتفوقين في الاسماعيليه. اهلا بيكي، مدرسه المتفوقين بالاسماعيليه. اعتقد عندي كده رؤيه او يمكن خيال عشان بس ابقى اكون واضحه، ان مدرسه المتفوقين لازم يكون كل الاستعدادات
موجودة، كل حاجة مجابة عشان أعد طالب متفوق. قولي لي بقى إيه اللي متاح؟ والله حضرتك بصي، المدرسة الإدارة في منتهى الجمال عظيم يعني، ولكن إحنا بنعاني، وحطي حضرتك 100 خط تحت كلمة بنعاني دي. المدرسة الأساس بتاعها الإقوام بتاعها على إيه؟ على الكمبيوتر طبيعي، على النت، على النت. الولاد ما بيستلموش أساسا كتب، هم أول ما دخلنا من المدرسة سلموهم لإيه؟ خلاص تمام؟ طيب المفروض احنا نقلنا المدرسه الجديده دي السنه دي، المفروض يبقى البنيه الاساسيه المبنى مجهز لشبكه نت. تخيلي حضرتك للحين لدلوقتي المدرسه ما فيهاش نت. المدرسه ما فيهاش نت؟ ما فيهاش نت. طب هي فيها معمل ولا السكن؟ فيها معمل؟ فيها معمل. مجهز بالكامل؟ فيها المعامل مجهزه. طب ومشكله النت ايه؟ انا مش فاهمه يعني. طب ما فيهاش شبكه نت؟ احنا عايزين كابل نت. كابل النت للولاد عشان الولاد يعرفوا يذاكروا. طب وكابل النت واقف عند مين يعني؟ قالوا لكم ايه؟ معلش سامحيني انا هقول لحضرتك. احنا رحنا مجموعه من اولياء الامور، رحنا قابلنا الدكتور محمد عمر. الدكتور محمد عمر راجل في منتهى التفاهم ومنتهى الذوق والاخلاق اللي في الدنيا ده كلها. مدير المدرسه قائم عليها ولا مدير الاداره التعليميه؟ لا ده تقريبا مساعد الوزير، مسؤول مساعد الوزير التعليمية. عظيم. حاجه زي كده في القاهره، في مبنى الوزاره في القاهره. جميل. ووعدنا بان المشكله بتاعتنا هتتحل. ده من كام شهر ده حضرتك بتتكلمي عن بدايه السنه؟ ده من اربع خمس شهور، من بدايه الترم الاول. عظيم. وصراحه احنا بقى نروح من هيئه الابنيه للوزاره لمعرفش فين لمدركش ايه، وصراحه ما فيش حاجه اتحلت، واحنا غلبنا 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 وعايزين حل في موضوع النت ده. حضرتك عارفه ان مدرسه المتفوقين، العيال متفوقين علميا، ويشرفنا ان اي حد منكم تيجوا تزوروا المدرسه وتشوفوا الابحاث بتاعه الولاد. بالتاكيد بالتاكيد. بس مش معنى كده ان هم ماديا يعني يقدروا ان هم يشيلوا فلاشه كل طبيعي، هم متفوقين. احنا مش بنتكلم عن مدرسه لغات ولا امريكيه ولا بريطانيه، احنا بنتكلم مدرسه متفوقين، معيار الاختيار هو الاكثر تفوقا. بالظبط كده. يا باشمهندسه ميرفت، وهل وصل كابل الانترنت حتى الان ام لا؟ لا ما وصلش. لم يصل كابل الانترنت حتى الان الى مدرسه المتفوقين. عارفين في الوزاره ان كابل النت ما وصلش لغايه. عارفين يعني الكلام ده عارفين. واضح على مكتب الوزير بشكل واضح. نعم. طيب انا بقى الحقيقه انا من خلال حديثك يا باشمهندسه بوجه الحديث لسياده الوزير. انت تريد تطبيق نظام جديد للثانويه العامه في العام القادم. مجلس النواب أفاد أنه ليس لديه أموال تفي بإقامة مثل هذا النظام المعتمد على بنك المعرفة الذي أعجبنا كثيرا كنظام، لكننا لا نجد له مدلول في الواقع حقيقي وواضح بأي حال من الأحوال. إذا كان المتفوقين ليس لديهم أي بنية حقيقية، فماذا عن طلبة الثانوية العامة ومعاناتهم التي سنراها؟ باشمهندسة ميرفت أنا أشكرك جدا على المداخلة، أشكر أيضا توضيحك للكثير من النقاط المهمة، وبنتمنى التوفيق للمتفوقين حتى لو لم يصل الإنترنت. أشكر أيضا دكتور محمد فتح الله خبير القياس والتقويم. أتوجه بالحوار للمواطنين في الشارع، ماذا لديهم؟ لازم نهتم بالمدرس، نهتم بالمدرس الابتدائي اللي هو ابتداء التعليم، ونهتم بالطالب او التلميذ اللي هو لسه برضه ناشئ في التعليم الابتدائي اساسي، ويكون ابو التلاميذ يعني يحفظهم على حبة التعليم. تطوير التعليم المفروض المدارس تتطور، المحافظات القليوبية، المنصورة، الشرقية، في مدارس ما فيش كراسي خالص، بيقعدوا على الارض، فلازم ال 30 مليون يروحوا لاصحاب الحق في المدارس اللي هي ما فيش وزاره التربيه والتعليم بتروح لها. انا تقييمي للمواطن ان وزاره التربيه والتعليم كده ماشيه صح، وكده باصه للمستقبل، وكده يبقى مستقبل احسن. مش هقول لك لينا احنا خلاص اتعلمنا، واللي خد دبلوم واللي خد ثانوي واللي خد جامعه واللي زي دخل معهد صف ضباط قوات مسلحه، بس كده للجيل اللي جاي. تقييم الموضوع ان يعني انا شايف اهم من البنيه التحتيه، وطبعا البنيه التحتيه ده شيء مهم جدا في كل مدرسه لان هو ده اللي شايل المدارس، لكن الاهم في المدارس هو التعليم. التعليم اهم شيء في المدارس، ولازم ان احنا نطور المنظومه دي عشان نحبب الطلاب في التعليم. مفيش حد بيحب التعليم. والله مثلا عشان نوصل جوده في التعليم عاليه، ممكن مثلا نخلي موضوع زي المدرسه زي السنتر، فبحس ان احنا ما نخليش الطالب يحتاج ان هو ياخد دروس خصوصيه او دروس بره. ا
متفرقة ومتنوعة ربما تدور في مجملها عن عملية تطوير التعليم بشكل عام، وربما تركيزي اليوم على فكرة نقل التكنولوجيا وتوفيرها بشكل حقيقي داخل المدارس، ولكن الدمج مطلوب لأن قضايا التعليم لا تنفصل عن بعضها البعض. معنا عبر الهاتف فيما تبقى من هذه الحلقة دكتور خالد قدري خبير تطوير المناهج، دكتور طارق عمارة عميد معهد خدمة اجتماعية بكفر الشيخ. أبدأ الحوار مع دكتور خالد قدري خبير تطوير المناهج. أهلا بك يا دكتور خالد. أهلا وسهلا. كل ما نتكلم في هذه الفترة عن عمليات التطوير بنتكلم أكثر عن إضافة البيئة التكنولوجية الحقيقية في المدارس، هل حضرتك بتجد أن عملية التطوير ممكنة في هذا الوقت، خاصة وأن إضافة البيئة التكنولوجية يحتاج إلى قيم مادية أكبر من مقدراتنا في هذه الفترة؟ احنا يعني نتكلم بوضوح بقى في هذه المسألة. تفضل. لأن المسألة دي تحتاج يعني وقفة جدلية. أرجوك. مصر كانت تحتل رقم 99 في الجاهزية الإلكترونية أو الجاهزية التكنولوجية، معنى ذلك أن مصر خرجت من السباق العالمي في التنافسية العالمية. ده كان إمتى؟ كان التقويم ده وتقييم ده في عام إيه يا فندم؟ ده في تقرير الخاص بالتنمية البشرية العام العام السابق، العام اللي هو 2016 العام السابق ده. نعم ده قريبا يعني. النهارده احنا في عصر فيه خصوبة للتعليم، النهارده بنلاقي أول نقلة تكنولوجية تحصل في مصر وتحصل في تطوير المدارس وتجهيزاتها وبنياتها وصيانتها وترميماتها وإصلاحاتها. احنا مش عاوزين نقف قصاد التغيير، احنا بنتمنى إن التغيير ده يتم ويدوم، لأن الفترة القادمة من القوى العاملة تحتاج إلى قوة ناعمة من خريجين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. القوة الناعمة دي بتعتمد على الجاهزية التكنولوجية أو الإلكترونية أو التعليم الإلكتروني. وبالتالي إحنا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه بدأ التعليم ياخد دعم سياسي وياخد ظهير سياسي على مستوى الدولة. إحنا لازم نستفيد من هذا الظهير السياسي والدعم للتمويل لهذا التعليم. إحنا ظلنا أولنا 30 سنة بنادي بالتعليم دكتور. ايوه نعمل ايه يا فندم؟ تقصد ايه يعني؟ اقصد ان احنا دي بدايه الانطلاق للتطوير، مش عاوزين نبقى في مقاومه للتغيير، مش عاوزين نبقى في مين اللي هيقاوم التغيير؟ يعني الناس كلها عايزه اولادها يتعلموا تعليم على افضل ما يكون، فمين اللي هيقاوم التغيير؟ الاطراف اللي هي معنيه بخاصه بان يكون مثلا المدارس الخاصه بس هي اللي عندها تجهيزات تكنولوجيه، المناطق الغنيه الحضريه اللي اولادها بيمتلكون القدره على التعليم الالكتروني. احنا بنتكلم على نظام وتعميم النظام يجب احترامه، نظام يعني قانون. نعم. التعليم للجميع اللي هو ديفيشن فور اول لازم يكون شامل كل التعليم بكافه انواعه حكومي وخاص. نعم. مناطق خاصه. اذا دكتور خالد قدري يرى ان ربما هناك من ينتفع من فكرة عملية عرقلة البيئة التكنولوجية وإضافتها إلى كل المستويات التعليمية في مصر. اسمح لي يا دكتور خالد أن أنتقل بوجهة النظر لدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بك يا دكتور محمد. يا ريت حضرتك تسمعني من التليفون وليس من خلال جهاز التلفزيون علشان ما يحصلش تأخير. أنا سامع حضرتك من التليفون أهو. جميل. دكتور محمد، هل هناك من يمكنه عرقلة نظام تعليمي بأكمله له خطة وأهداف ويحميه قانون؟ ده مين اللي يقدر يقول حاجة زي كده، وخاصة السيد رئيس من ضمن أولوياته اللي وضعها. نعم. هو الاهتمام بالتعليم. عظيم. أي حد هيقف قدام التطور ده مليون مليون هيفرم، إذا لم يفرم من القيادة العليا الممثلة في السيد رئيس سوف يفرم من الشعب نفسه. احنا في مرحله لن يمكن ولن نسمح لنفسنا ان احنا نرجع للخلف مره اخرى. طيب سؤال ثاني يا دكتور محمد. هل نحن نخطو خطوات حقيقيه نحو اضافه البيئه التكنولوجيه للعمليه التعليميه في مصر بخطوات واضحه منظمه في خطه ثابته؟ ما تم عمله في الفتره الاخيره وما سعى اليه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي من زيارات خارجيه وتكنولوجيا حديثه، وما يربو اليه السيد الوزير التربيه والتعليم حاليا دكتور طارق شوقي، واستحداث ادوات جديده في التعليم اكيد سوف تحدث طفره وطفره غير عاديه في تطوير التعليم، وخاصه احنا في مرحله دخول التابلت دلوقتي. الدوله بتسعى جاهده انها تدخل التابلت في نسبه كبيره من المدارس العامه على مستوى الجمهوريه بالاضافه الى المدارس الخاصه. الدوله بتسعى جاهده انها تعمل الاي بوك اللي هو الكتاب الالكتروني، الاي ليرنينج، ان احنا عايزين نوصل المحتوى التعليمي الى المتعلم عشان نقدر على الدروس الوسطيه. في تطورات حديثه بالفعل في مجال العمليه التعليميه، يجب على كل صاحب مصلحه
ان يحط في دماغه انه لا يمكن ابدا هيقف ضد التطوير، لان التطوير ده اراده ما حدش بيقف ضد التطوير، خاصه اذا كان التطوير ممنهج. اصحاب المصالح للاسف في اصحاب مصالح من مصلحتهم ان التطوير ما يتعلمش في مصر، مش عايزين مصر. هناك من هو اعلى من كل هذا وهو بالزبط القانون. بالظبط كده، بالظبط، القانون فوق كل شيء. استاذ الرئيس لا يمكن ان يتراجع عن تطوير التعليم لانه حطه من ضمن اولوياته، واحنا كلنا معاه وكلنا واقفين خلفه وكلنا وراه، وباذن الله تعالى خلال فتره وجيزه ستكون مصر في مصاف الدول المتقدمه. لا هذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى. دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم، ودكتور خالد قدري خبير تطوير المناهج، اشكركما على المداخله. اعتذر للمشاهدين على ضيق الوقت، كل ما نتمناه ان نكون على خطى حقيقيه نحو تطوير البيئه التعليميه في المجال التكنولوجي، وان لا تكون ان لا نكون فقط متمنين لتطوير التعليم، أن نكون فاعلين في اتجاه تطوير التعليم. هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة بالتأكيد. معنا سؤال حلقة الغد وهو كل ما تبقى لنا: كيف ترى جهود الأعلى للإعلام لوضع ضوابط إنتاج الدراما وأجور الفنانين؟ كيف ترى جهود الأعلى للإعلام لوضع ضوابط إنتاج الدراما وأجور الفنانين؟ وهذا هو سؤال حلقة الغد الذي سوف نلتقي معا لإجابته ومناقشته في حلقة جديدة من همزة وصل، دوما بيننا وبينكم. شكرا لكم.